جمعة موفقة. بذكر الرحمة اليوم ما شاء الله حنديروا واحد شريبات على العدس يا جماعة، مغذية خصوصا الأطفال راهم في المدارس وراهم يتعبوا، ونديروا مملحات دي كواسون بواحد الحشو بزاف بنين. نجوزوا للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. القدره ديالي درت شويه تاع زيت راهي تسخن، ندير معاها شويه تاع السمن هكا باش ندو هذيك البنه. الناس اللي حبت دير اون كاركاس تقدر، انا هنا عندي اون كاركاس تاع الغنمي. نجي ونحط معاها البصل، نحط معاها حبيبه تاع البطاطا، نحط حبه تاع الزروديه، ونزيد نحط معاها حبيبه تاع اللف وحبيبه تاع القرع. كل حاجه راهي تكتك في نفس الوقت. نجي ونضيف العدس، عندي منه كاس ونص هكذايا، خليه يتقلى. ندير التوابل، عندي التوابل تشكيله هايله، شويه تاع الكركم، شويه تاع العكري، شويه تاع راس الحانوت، سكنجبير وفلفل الكحل هكذا، ونحط معاهم الكرافس والحشيش المقطفه. دعوة هنا راهي هايلة، ما نساوش نديرو الملح ونمرقو. نحيت كامل هذيك لاسوب بيان سيغ، نحيت الكرافس، نحيت الحشيش مقطفة، ونحيت كانا هذيك العظمة. نجي ندير سنينة تاع توم وعود هكا تاع حار غير على جال البنة، وندير مغرفة وحدة تاع الفداوج ولا الفيغميسال هكذايا، نرجعها فوق الفرن نار قليله، نحرك ما نغفلش حتى وين خلاص زوج دقائق ثلاثه ونطفي. خديت لهنا حبيبه تاع البصل كبيره، بديت نقلي فيها كيما راكم تشوفوا، راني دبلتها ما راهيش معسله بزاف. نجي ونضيف كمية تاع اللحم المفروم، تحبوا تكتروا البصل باش تزكيوا الحالة هكذا، نفتحوه مليح مليح. نجي ونضيف سنينة تاع توم، ونحط ربيطة تاع السلق غير الورق على نار عالية، نزيد نقليها شوية ملح وشوية فلفل الكحل. كيما راكم تشوفوا لهنا مازال كاين شوية تاع الصلصة، مازال ما شفش بيان. نجي ونحط قطعة جبن من اختياركم، ونخليها تدوب باش يجينا هكاك معلك. نقدر نزيدو ميم شويه تاع الزيتون، نحط كاس تاع الحليب يكون دافي، نضيف عليه نص كاس تاع الماء هكذا، العجينه تجينا خفيفه. نضيف عليها مغرفه ممسوحه تاع الخميره الفوريه تكون كبيره، ونديرو شويه تاع السكر باش نغديوها. المزيج تاعي تفاعل راهو هايل. نجي ونضيف عليه ربع كاس تاع زيت، وزدت عليه مغرفه تاع الزبده ذوبتها ابان ابان كيما راكو تشوفو. نجي ونجمع بالفارينة، وندير مغرفة ممسوحة صغيرة تاع الملح، ونكمل نعجن غير بالمغرفة. هنا في هذه المرحلة العجينة تاعنا نطمت، نتوقفو نغطيوها ونخلوها تضاعف الحجم ديالها. كيما شفتوا معايا حبة الخمور بسط العجينة، لازم سطح عمل شوية كبير، نحلوها هكذا كبيرة فوالا. نرقق ندير دائرة كبيرة، تحبوا ديروها كرتان وديروا كل كرة صديق يكون عندكم زوج كرات ماشي مشكل، انا درت مرة واحدة هكذا. يحليها نجي وناخذ الجريورة تاعي في النص، نقول بسم الله ونفتح على اثنين، ومن بعد على أربعة، ومن بعد على ستة أوب، ومن بعد على ثمانية، ومن بعد كل واحد نديرو على اثنين هكذا.
هذه هي. ومن بعد كل واحد نزيد ندير له في الفوق هنا فتحه باش الحبه تعطينا الطول كي نكونوا ندورو فيها كيما نديرو مع لي كرواسون الحلوين. الحشو تاعي برد، زدت له شويه زيتون، نحيت له الملح ديالو، حيكون اضافه رائعه مع لا فيوند هاشي، فريمون حيجي هايل. ها وليك شوفوا برد راهو فريمون هايل، هذاك الفرماج كان اضافه هايله. نديرو واش تقولوا، ونجي وندور بكل بساطه. نقدروا هنايا نزيدوا كاب، شوفوا تكسل وحدها، نزيدوا نجبدوا، شوفوا ما شاء الله. كملت كامل الحبيبات، صفر بيضه، شويه قهوه، شويه تاع الكريمه، اوب ندهن الوجه، هوشه سخيخنه نخليهم هما قبل يزيدوا يضعفوا الحجم تاعهم ويتخمروا للمره الثانيه، ومن بعد ندخلهم في كوشه سخونه على 200 درجه في الرف الاسفل، نديرو من فوق زرارع نزوقوهم. وهكذا الشريبه تاعنا تاع العدس تاع نهار اليوم المغذيه درنا لها كل خير، الله يبارك. في الاخر شويه حشيش مقطفه كما راكم تشوفوا مع هاد الفطائر، يا سلام دعوه راهي تشهي. وجبه كامله مكمله، تحمر الوجه وتطلع المغال وسهله في التحضير. نتمنى الوصفه تاع اليوم لاقت بكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. شوفوا القوام تاع الشريبه، الفيرميسال ابان ابان ماهوش يبان، ولكن كان اضافه صدقوني رائعه. ونوري لكم بيان سور لي كرواسون مازالهم سخيخنين يا جماعه باش نتفاهموا. شوفوا شوفوا اوب شوفوا، وهكا راهم سخونين، معناتها كي يبردوا كيفاش حيكونوا احسن. شوفوا النتيجه، شوفوا شوفوا شوفوا، بريوشي من اروع ما يكون.